السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على نقل السمك صور الشكلت. احنا الحمد لله نقلناهم في الحوض الكبير بتاعهم عشان يبدأوا مراحل النمو الطبيعي لكل سمكة. طبعا دي مرحلة مهمة، ان انت بتنقل السمك من حوض لحوض اخر كبير عشان يتناسب مع عدد الاسماك زي ما احنا حضرتك شايفين كده. ده العدد بتاع السمك اللي هو احنا قلنا النوع السمك ده ريد ديفل. احنا نقلناهم في الحوض الكبير دلوقتي، يعني ده مساحة 50 اعتقد 60 في 30، حجم مناسب ليه جدا للنمو والتغذية السليمة ليه. انا هسيبكم مع الفيديو عشان تتمتعوا بشكل السمك. طبعا في احجام هتلاقيها احجام صغيرة واحجام كبيرة. ناكل كلهم فصيلة واحدة وهي الريد ديفل. طبعا هنزل فيديوهات تانية بقى ايه يعني، بس يعني خلال اسبوع عشان نشوف بقى الاحجام بتوصل لحد ايه مع التغذية بتاعتهم. دلوقتي بيتغذوا على الدود الحي بس يكون متقطع تقطيع صغير، مش تقطيع صغير اوي بس تقطيع يعني عشان ما يقعدش في الارض ويبقى ايه يسبب مشكلة في الحوض. ده منظر الحوض من بعيد كده، ودي كمية السمك الموجودة داخل الحوض. درجة الحرارة طبعا بتاعت المية 28 درجة. ميزة الحوض الكبير هنا بقى يعني هنقدر نغير المية كل يومين، يعني 20% ل25% من المية بدون التأثير مباشر على السمكة. يعني سمك احجام طبعا مختلفة يعني. الحمد لله رب العالمين، نشكركم المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.